أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. حول زيارة وزير الخارجية سيرجي لافروف، كتب إبراهيم الزبيدي فور هبوط الحاكم الأمريكي بول برايمر على أرض مطار بغداد في نيسان أبريل 2003، حاصرته بوكلائها وخدمها العراقيين، ثم صار الحرس الثوري مهندس العراق الديمقراطي الجديد ومقرر سياساته وشؤونه وعلاقاته الخارجية مع دول الجوار والمنطقة والعالم. يقول الكاتب: يقوم النظام الإيراني بتقديم العراق هدية على طبق من دم ودموع لحليفه الروسي فلاديمير بوتين لاستخدامنا ورقة مساومة أو لتجنيدنا في حروب مهلكة، من دون أن يستأذن أحدا منا ولا حتى من وكلائه وأتباعه الولائيين. ويضيف الكاتب: ليس من حق أحد أن يدعو وزير خارجية روسيا الداخل في حرب مدمرة مع أوكرانيا ضد ثلاثة أرباع الدنيا ليحل ضيفا ثقيلا علينا احشرنا في خانة الضالين والمغضوب عليهم من الأمريكيين وحلفائهم الأوروبيين. لأن للعراق حكومة غضروفية يملكها ويديرها الإطار التنسيقي الشيعي الوكيل المعتمد لولاية الفقيه، فقد دشن الضيف الثقيل جولته في عاصمة رشيد غير عابئ بأصول الضيافة والدبلوماسية بالاجتماع مع واحد منبوذ ومكروه ومشبوه في الساحة السياسية في العراق اسمه نوري المالكي. على الرغم من أنه ليس رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء ولا وزير خارجية ولا نائبا ولا هم يحزنون، يعني أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية اختاروا الجبهة الروسية الإيرانية وقرروا تحدي النظام الدولي القائم منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق تلبية لأوامر السيد المطاع القابع وراء الحدود. إذن تأسيسا على كل هذه الدرجة من العبودية والضآلة والهوان، أصبح لزوما عليكم أيها العراقيون أن تتهيئوا لاستقبال خرابات جديدة إضافية، دولارية تارة وسياسية وأمنية وعسكرية تارة أخرى، تحملها طيور الأبابيل الروسية القادمة إليهم مثلما حملته لأشقائهم السوريين فجعلتهم كعصف مأكول. إلى صحيفة الميثاق الوطني ومقال تحت عنوان كذبة العصر كما فندها كولين باول، وفيه هل يكفي الندم؟ للكاتب أحمد صبري يقول: عندما نستعيد ذكريات الظروف والأحداث التي أدت إلى غزو العراق واحتلاله، نتوقف عن كذبة العصر التي أطلقها قبل 20 عاما وزير الخارجية الأمريكية الأسبق كولين باول، التي كلفت العراق ثمنا باهظا وما زال يدفع أثمانها الباهظة، وكانت نقطة الانطلاق إلى غزو العراق، ناهيك عن أن هذه الكذبة كانت وصمة عار وجريمة ضد الإنسانية لا يمكن أن تسقط بالتقادم. إن ما عرضه باول كان خاليا من الأدلة، كما أنه غير مقنع، وأن باول كان مضطرا لعرض ما زودته به وكالة الاستخبارات الأمريكية وصقور الحرب في إدارة بوش لتبرير العمل العسكري ولتضليل الرأي العام الأمريكي والغربي بقصة الشاحنات التي تحمل الأسلحة المحظورة طبقا لرواية باول. وتدور الأيام وتنكشف الحقائق ومزاعم الكذب والتضليل التي ساقتها إدارة بوش الابن لتبرير عدوانها على العراق، لتؤكد أن العراق بعد احتلاله عام 2003 جالت في مدنه من أقصاه إلى أقصاه فرق التفتيش والمخابرات الأمريكية التي لم تعثر على تلك الأسلحة المزعومة التي كانت تبحث عنها وتوهم العالم أن العراق يمتلكها. ولتأكيد خلو العراق من الأسلحة المحظورة، اعتراف وزير الخارجية الأمريكية الأسبق كولين باول بأن ما عرضه من اتهامات ومعلومات عن شاحنات كانت تحمل أسلحة محظورة خلال اجتماع مجلس الأمن كان مبالغا فيه وغير صحيح، وهو نادم على تلك الرواية، متهما بعض أركان إدارة بوش بتسويقها في إطار استحضاراتها للحرب. وهذا ما أكده أيضا مدير المخابرات الأمريكية جورج تينيت، الذي شكك برواية إدارته
حول أسلحة العراق بكتابه الأمر مؤكد. وأيضا في مدير وكالة الطاقة الذرية السابق محمد البرادعي في كتابه سنوات الخداع امتلاك العراقي أسلحة دمار شامل. إلى مقال آخر وفيه: تركيا تريد مساعدتنا بشكل عاجل وعلينا أن نقدم لها سريعا وبتفان أو بتفان. هكذا كتب لي هوكستادر المعلق في صحيفة واشنطن بوست وعضو هيئة التحرير فيها. وقال هوكستادر إن تركيا شهدت في عام 1997 زلزالا أسوأ من الزلزال الجديد، وأودى آنذاك بحياة 17,000 شخص. قال الكاتب إن الهزات الأرضية كتلك التي ضربت تركيا لا يمكن توقعها على خلاف الأعاصير، وهي تعبير عن دمار لا يمكن وصفه، وتخلف وراءها مدنا وبلدات سويت بناياتها بالتراب لتظهر وكأنها تعرضت للقصف. وهناك قلة من الدول لديها الوسائل للرد على كوارث كهذه بنفسها، ومن لديها المصادر للرد فعليها واجب المساعدة. العمل الإغاثي الذي قدمته أمريكا وقدرتها على نقل معدات وفرق إلى بلد حليف بحاجة ماسة المساعدة وتقع على بعد 5,000 ميل فعل الكثير للمس قلوب وعقول الأتراك أكثر من مئات الخطابات الفارغة من الساسة والدبلوماسيين، وهو ما تحتاجه تركيا الآن وحالا، حيث تواجه كارثة جديدة هزت أيضا شمال سوريا. ويرى الكاتب أن الولايات المتحدة وتركيا في تحالف غير مريح، وهما ضروريتان لبعضهما البعض، ولكنهما في ممحكة مستمرة في قضايا ونزاعات مختلفة. وفوق كل هذا الموقف من توسيع عضوية الناتو، حيث تعدان من أكبر الأعضاء فيه، ولا تزال أنقرة تقف أمام انضمام السويد وفنلندا اللتين تخلتا عن الحياد الطويل وقدمتا طلبا لعضوية الحلف العسكري. ولكسر الجمود اقترح الرئيس جو بايدن على الكونغرس موافقة على طلب تركي لشراء مقاتلات F-16 وتحديث أسطولها، وهو الذي يبدو أن المشرعين الأمريكيين غير راغبين في الموافقة عليه. إلى مقال آخر وفيه: قال الزميل في معهد الشرق الأوسط ومدير برنامج سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف تشارلز ليستر، قال إن ضحايا الزلزال في سوريا باتوا عالقين في مصيدة الأسد، مشيرا إلى أن المعبر الوحيد المفتوح لنقل المساعدات الإنسانية غير صالح لذلك الآن. وفي مقال نشرته مجلة فورين بوليسي قال ليستر إن المدنيين في شمال سوريا خلدوا للنوم في ليلة 5 من شباط فبراير، حيث كان النزاع المستعصي في حالة من الهدوء النسبي، ولم يعرفوا أن هزة أرضية قاتلة لم تشهدها المنطقة منذ قرون أو منذ قرن ستضربهم وهم نائمون. وبعد 12 عاما من النزاع استخدم النظام السوري كل ما توفر لديه من الأسلحة ضد شعبه أو ضد شعبه، ولهذا فإن الدمار الذي أحدثته الهزة الأرضية في شمال غرب سوريا لا يقارن بما عاناه السكان. عندما يتعلق الأمر بالمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غربي البلاد، فلم يكن متوقعا أن تضرب كارثة طبيعية أناسا ضعافا بهذه الطريقة. فقبل الكارثة كانت المنطقة تعد واحدة من مناطق العالم التي تواجه أزمة إنسانية حادة، ويعيش فيها أكثر من 4.5 مليون نسمة في مساحة لا تتجاوز 4% من أرض سوريا، ونحو 3 ملايين منهم فروا من بلداتهم ومدنهم بعد سيطرة قوات النظام عليها، وتم تدمير نسبة 65% من البنى التحتية في تلك المنطقة، وتعتمد نسبة 90% من السكان على المساعدات الإنسانية التي تأتي عبر معبر باب الهوى عبر تركيا. وتعد جهود الإغاثة عبر المعابر الحدودية عملية ضخمة وتحتاج إلى تنسيق تشرف عليه الأمم المتحدة. ويعاني عمال الإغاثة من الظروف الإنسانية نفسها التي يعيش فيها سكان المناطق المنكوبة، فهذا كابوس مرعب وحقيقي عندما تضرب كارثة إنسانية سكان المحتاجين أصلا للمساعدة وعرضة للمخاطر. وخلف الزلزال وراءه بنايات مهدمة وآلافا من الضحايا وسط موجة برد قاسية ومن دون مسار لنقل المساعدات الإنسانية.
يقول الكاتب عمار ديوب في مقال تحت عنوان سوريا المحطمة في مواجهة الزلزال: ستعمل الدول التي ترفض أي تطبيع مع النظام وتعويمه على إرسال المساعدات عبر تركيا، وستكون دقيقة تجاه الأمر، ولكن حجم الكارثة كبير للغاية ويحتاج إلى تدخل دولي إنساني وتنظيم هذه العملية بشكل دقيق، بحيث تصل المساعدات فعلياً إلى مناطق سيطرة الفصائل وإدلب والحسكة وأيضاً مناطق سيطرة النظام بعيداً عن شروط الأخير عليها. المشكلة أن النظام وحتى منظمات كثيرة في مناطق الفصائل وإدلب تلاحقها ملفات الفساد وغير موثوقة، وأوضاع الناس تحت سيطرتها في غاية السوء. ولهذا يجب أن تتولى منظمات تابعة للأمم المتحدة مباشرة تقديم المساعدات وإيصال الفرق الطبية والإنقاذية لإخراج الأحياء أو الجثث من تحت الأنقاض. كان السوريون يئنون من النقص في كل الحاجيات، وقبل وقوع زلزال في فجر يوم السادس من فبراير شباط الحالي الذي مركزه تركيا، وسوريا بعد تركيا الأكثر تأثراً به بينما تأثيره شمل كل الدول المحيطة بتركيا، وتزلزال بلغت 7.8 درجة بمقياس ريختر، وقد تسبب بانهيار أحياء بأكملها. وفي سوريا كانت الأحياء التي تعرضت للضربات الجوية على مدار السنوات السابقة الأكثر تهدما، وتلت المباني المشادة بشكل عشوائي وغير النظامي وعبر فساد الإدارات المحلية والنظام بأكمله. ولهذا جاءت أعداد المباني المنهارة وأعداد القتلى كبيرة، وبدءا بحلب ومناطق في إدلب وفي اللاذقية وجبل وحماة، وأما دمشق وأريافها وحمص فاقتصر تأثير الزلزال على تشققات بسيطة في الجدران. أما الهلع والرعب والخوف فقد عشناه جميعا، وحتى ملايين اللاجئين السوريين في العالم، وإن كان لأهل حلب وإدلب واللاذقية نصيب أسد منها. نواكب الأحداث ونلاحق التطورات والمستجدات لنحللها ونقرأها من كل الزوايا والأبعاد لإيضاح الصورة كاملة للمشاهد أينما كان، مع الكتاب والمحللين والباحثين في برنامج طاولة حوار. الآن نتابع وإياكم الكاريكاتير. إلى ما انتقينا لكم من أخبار منوعة، والبداية مع صحيفة العربي الجديد، وجاء فيها أول ما واجهه الناجون من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبية تركيا وشمال غربي سوريا الاثنين الماضي هو الهروب إلى الشوارع وسط الأمطار والبرد القارس الذي لا يرحم الأبدان داخل البيوت، فكيف الحال خارجها؟ بالنسبة إلى البعض تحول الهروب إلى واقع حياتي جديد مع رؤيتهم انهيار بيوتهم وعدم العثور على أشخاص من عائلاتهم وجيرانهم وأصدقائهم، فتجمعوا في الشوارع وانضموا إلى مجموعات تنتظر أخباراً عن حال ممتلكاتهم أو عن إمكانية جمع مقتنيات إذا أمكن ذلك، أو عن مصير معارفهم وربما الحصول على بعض المساعدات خصوصاً الغذائية. لكن بالنسبة إلى بعض المنتظرين في الشوارع ليست هذه المساعدات مهمة،
في ظل استمرار شعورهم بالصدمة المتواصلة والحسرة هذه التي تظهر في جلوسهم باستسلام واضح في الشوارع أمام أخشاب مشتعلة، ملتحفين ببطانيات عاجزة عن تأمين الدفء الكامل. الآن إلى صحيفة القدس العربي، وجاء فيها: عثر علماء على جماجم وعظام لجنود قتلوا في معركة واترلو في عام 1815. وهي المعركة التي هزم فيها الجيش الفرنسي بقيادة نابليون وشهدت نهاية حروب نابليون. وعرض العلماء العظام في معهد الطب الشرعي في ليج في بلجيكا. وحتى بعد قرنين من معركة واترلو تستمر عظام الجنود في الظهور، مما يوفر مواد استثنائية للعلماء والخبراء المتحمسين لهذه الحادثة في التاريخ. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. في كتابه الشهير عولمة الفقر، لخص الاقتصادي الكندي من أصول روسية البروفيسور ميشيل تشوسودوفسكي السياسات الاقتصادية التي يتبعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تسفر عن شيوع حالة من الفقر مع عدم قدرة الاقتصادات النامية على النهوض مجدداً بعد خضوعها للأجندة الإصلاحية التي تفرضها المؤسستان الدوليتان. فمن هو البنك الدولي وصندوق النقد؟ البنك والصندوق المؤسستان تتخذان من واشنطن مقراً لهما، تم تأسيسهما بموجب اتفاقية بريتون وودز عام 1945، حيث يتولى صندوق النقد ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيه 189 دولة متابعة الاستقرار النقدي حول العالم، بينما يتولى البنك الدولي وعدد أعضائه 188 دولة دعم التنمية الاقتصادية طويلة الأمد وفقاً للأمم المتحدة. قروض ومآس. عادة ما تبدأ المأساة حين تمر دولة ما بضائقة مالية، فتضطر للاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي يفرض سياسات نقدية تستند على التقشف وإصلاحات اقتصادية صارمة، غالباً ما تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المواد الغذائية ورفع الضرائب وأسعار الفائدة وتراجع احتياطات البنوك المركزية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود وتعويم العملة المحلية وخفض الدعم الحكومي وخصخصة القطاع العام، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم، والتي غالباً ما تسفر عن اندلاع أزمات حادة وتترافق مع احتجاجات واعتصامات وإضرابات. مجوهرات الجدة. يبلغ مجموع الدول التي انهارت اقتصادياً بسبب شروط صندوق النقد أكثر من 32 دولة حول العالم، تتصدرها اليونان والبرازيل والأرجنتين ومالاوي وتونس والمكسيك، ما اضطرها إلى بيع أو خصخصة ما يعرف بمجوهرات الجدة المتمثلة بالمصانع الوطنية وشركات النفط والغاز والمياه الكهربائية، إضافة إلى البنوك الحكومية. وترافقت هذه الإجراءات مع رفع الدعم عن الأساسيات في مجالات النقل والصحة والتعليم. ولعل الحرب الأهلية الدموية في الصومال صورة قاتمة لقروض النقد الدولي، حيث بدأت المأساة بقرض قاتل ب 150 مليون دولار عام 1980 أدى إلى انهيار الاقتصاد الصومالي واندلاع الحرب.
كذلك السودان التي اقترضت 260 مليون دولار لإجراء إصلاحات اقتصادية عام 1982، فانهار الاقتصاد وحدثت أزمة سياسية انتهت بحرب طاحنة. وأنتم، هل ترون لصندوق النقد دوراً في تعميق أزمات بعض الدول؟ مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام. دائما كونوا في أمان الله. إلى اللقاء.